أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل يوم الخميس بالرغم من انخفاض أسعار خامي برنت والأمريكي، وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.81 دولارا للبرميل بمقدار 0.64 سنتا أو بنسبة تصل إلى 0.94% عن يوم أمس الأربعاء، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 64.28 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 1.39%. وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت اليوم ليصل خام برنت على 68.47 دولارا، وخام غرب تكساس الأمريكي على 65.22 دولار. أعلنت وزارة التخطيط الحالية في العراق ارتفاع معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 5.6%. وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن معدلات التضخم بالبلاد واصلت الارتفاع بنحو طفيف جدا خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، حيث سجل شهر كانون الثاني الماضي ارتفاعا بنسبة 0.18%، بينما شهد شهر شباط ارتفاعا بنسبة تصل إلى 0.17%، في وقت انخفض التضخم خلال شهر آذار بنسبة 0.16%، وفي شهر نيسان سجل 0.1%. من جانبهم، عبر تجار الأردن عن استيائهم من القيود الحكومية المشددة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي 2020. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن القطاع التجاري خاصة محلات الألبسة والحلويات فقدت فرصا تسويقية خلال هذا الموسم بسبب تمسك الحكومة بفرض الحظر الجزئي لساعات تعتبر عادة فترات التسوق وشراء احتياجات العيد، والتي تتم ليلا وتمتد لساعات متأخرة من الليل. من جانبه، كشف مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ياسين أقطاي أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا بالعلاقات التركية السعودية. وأوضح وزير الخارجية مولود تشاوشولو سيحدد خلال زيارته الحالية إلى الرياض نقاط الخلاف التي أدت لتوتر العلاقات بين البلدين وتراجع التجارة بينهما، ليصار لاحقا إلى تطبيع العلاقات وتنظيم لقاءات بين لجان متخصصة لحلحلة الخلافات. وتوقع أقطاي أن يسلك البلدان خطوات تصحيحية لما فيها مصلحة الشعبين، سواء ما يتعلق بعودة التبادل التجاري والسياح أو حتى زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في نفس الوقت. عدلت الأمم المتحدة توقعاتها للاقتصاد العالمي صعودا، إذ توقعت أن يحقق نموا قدره 5.4% عام 2021. وحذرت الأمم المتحدة من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدم توافر اللقاحات في العديد من البلدان يهددان الانتعاش على نطاق واسع، لا سيما في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا، جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومؤكدة أنها لا تزال هشة وغير مؤكدة. هذا وتراجعت أسعار النفط الخميس من أعلى مستوى لها في 8 أسابيع مدفوعة بالمخاوف بشأن أزمة كورونا في الهند، وانخفض خام برنت بنسبة 0.98%، بينما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 1.3% مقارنة بجلسة الأربعاء في ظل تصاعد القلق بشأن الوضع في الهند، التي تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وثالث أكبر مستورد للنفط في العالم. إلى اللقاء.